الاختيار ده؟ ايه الرغبه دي؟ ايه الثقه في النفس دي؟ عشان كده المسؤولين في 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 منتخب كرواتيا قال لك لا احنا عايزين نقابل تشيك، لان الاتراك عندهم اصرار للنهايه. فرصه كبيره، فرصه كبيره، بو! غير معقول، غير معقول، سجلوا ثالث جول، عملوها خلصوها، والاتراك كسبوها. ايوه الاتراك كسبوها بعزيمه الرجال، قول بهمه المحاربين، قول سجلوا ثالث جول باي شكل، قول انه الاصرار يا عزيزي. تيكت ايزي، تيكت ايزي، عاد الاتراك يا عزيزي. انها كره القدم بقسوتها، يا كره القدم وقسوتها، يا كره القدم ومتعتها، يا كره القدم وحلاوتها. تيكت ايزي، تيكت ايزي، عاد الاتراك يا عزيزي، والصمت يهيمن على تشيك، والتفوق والتالق والابداع للاتراك لم يكن متسلل. سلام، دوران، تحضير، يا جماله يا جماله، على شماله وبيمينه حطها له. الله عليك، تسلم عينيك ورجليك وايديك. بص شوف الاتراك بيعملوا ايه. لحظه خروج الكره لم يكن متسلل، اوجفالوسي ويانكولوفسكي والتغطيه، لكن استلم على طريقه التتابع. استلام مع دوران، مع تحضير، مع الاحساس بال